الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الإنسان في هذه الدنيا إذا رأى أحدا من أهل بيته يتألم أو يعاني أو يمرض فإنه يحزن لذلك ويغتم ويشعر بعذاب يكاد يقطع قلبه، لما لا وقد سمى الله عز وجل ذلك سوء العذاب أي أشد العذاب. فقال عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم أي ما فيه إذلال لكم وامتهان، يسومونكم سوء العذاب أي أشد العذاب. فما هو أشد العذاب؟ يذبحون أبناءكم أمام أعينكم ويستحيون نساءكم للخدمة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالرجل من بني إسرائيل كان يرى أبناءه وبناته أمامه بين قتيل ومذلول من المصريين، وهذا من أشد العذاب كما قال الله عز وجل: يسومونكم سوء العذاب. وهذا من أشد العذاب أن يقتل ولدك أو تهان ابنتك بالأعمال الشاقة أمامك وقلبك يذوب حسرة وأنت قليل الحيلة. ومن رحمة الله عز وجل بنبيه نوح عليه السلام أنه حجب عنه لحظة غرق ولده وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فإذا كان هذا في الدنيا أشد العذاب، فهل ترضى لولدك أو ابنتك أو زوجتك، هل ترضى لهم العذاب بالنار يوم القيامة بنار قال عنها الله عز وجل: وقودها الناس والحجارة؟ فالعاقل من يقي نفسه وأهله من النار في الدنيا قبل فوات الأوان، قبل أن يقال له ما قيل لفرعون عند موته: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. واعلم أن الوقاية من عذاب الله لا تتم إلا بالإيمان وصالح الأعمال. لذا صدر الله عز وجل الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فدليل الإيمان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ودليل العمل الصالح قوا أنفسكم. وقال العلماء: الواو في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا عاطفة، والعطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الفعل، كقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردة، أي أطعمتها تبنا وسقيتها ماء باردة. إذن فمعنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اعملوا بطاعة الله بفعل الأمر واجتناب النهي، واتقوا معصية الله عز وجل، ثم بالتوبة عما يسخط الله عز وجل ويوجب العذاب، ثم علموا أهليكم وأدبوهم، أي علموهم الدين وأدبوهم على العمل الصالح. وصلاح الأبناء في صلاح الآباء، صلاح الأبناء في صلاح الآباء. والمعنى أن الوقاية من النار بأمرين: بإصلاح النفس وإصلاح الأهل. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على أدائها، أي على أداء الصلاة، لا نسألك مالا نحن نرزقك ونعطيك. ثم قال: والعاقبة، أي العاقبة الصالحة في الدنيا والآخرة، لأهل التقوى الذين أمرهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم.
نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله، إما من الناس أو من الحجارة، حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله عز وجل عليها ملائكة غلاظ، أي غليظة أخلاقهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه مدح للملائكة الكرام الذين ينقادون لأمر الله عز وجل ويطيعون الله عز وجل في كل ما أمرهم به. واعلم رحمك الله ورعاك أن أهلك سيكونون خصوما لك يوم القيامة، ولن تكون الخصومة لأنك لم توفر لهم حياة مرفهة، أو لأنك لم تشتري لهم سيارة فارهة أو بيتا فاخرا، ولن تكون الخصومة من صغارك لأنك لم تشتري لهم أجهزة إلكترونية ولا لهوا به يلعبون، ولم تلبسهم أشهر الماركات، ولا لأنك لم تسافر بهم للسياحة، وإنما سيشكوك لله عز وجل إن لم تعلمهم الدين، وإن لم تعرفهم بربهم الجليل وكتابه العظيم ليعبدوا رب العالمين ويوحدوه. وستكون الخصومة إن لم تعرفهم بنبيهم الأمين وسنته فيتبعوه ويقتفوا أثره. فالله الله في أهلك، الله الله في ولدك، الله الله في بناتك، واعلم أنك عنهم مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والحديث أخرجه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأصل الحديث في صحيح مسلم. وتذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.